يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم أستاذ شادي حجازي. This video is directed to grade 9 students. ونحن كنا بفيديو سابق بلشنا نحكي عن الأوسلسكوب. أول شيء خليني أعرف شو الأشياء اللي أنا شرحتها بالفيديو السابق واللي لازم كون فهمها قبل ما انتقل لهيدا الفيديو. أول شيء شو معنات أوسلسكوب؟ الأوسلسكوب هي instrument used to measure the voltage. مثل الفولتميتر. كيف الفولتميتر هي instrument used to measure the voltage، الأوسلسكوب اللي هي هيدي هي instrument used to measure the voltage. هيدا الرول للأوسلسكوب. ننتقل على تاني شيء لازم نعرفه، هو انه الأوسلسكوب عندها سكرين، شاشة. اوكي؟ الشاشة مقسومة لـ parts. هول parts هن بسبب وجود الـ vertical axis هيدا أو الـ y axis، بسبب وجود الـ horizontal axis اللي هو الـ x axis. أوكي؟ يعني هيدا الـ vertical axis قسم السكرين لهيدا الـ part وهيدا الـ part، وجود الـ horizontal axis قسم السكرين لهيدا الـ part ولهيدا الـ part. أوكي؟ كمان منلاحظ على السكرين انه هي عندي ديفيجن 2 3 4 5 6 7 8 بالطول، وعندي 10 بالعرض. ليكو كيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني لازم اعرف اني كطالب لحديت هلا انه الاوسيلوسكوب هي انسترومنت يوزد تو ميجر ذا فولتج مثل الفولت ميتر، بس الفرق انه هي عندها سكرين. هيدي السكرين في بقلبها هوريزونتال اكسس وفي بقلبها فيرتيكال اكسس، واكيد السكرين هيدي دايما بتكون فيها 8 ديفيجنز بالطول، وفي بقلبها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ديفيجنز بالعرض. يعني في بقلبها 8 ديفيجنز بالطول 10 ديفيجنز بالعرض. بالنسبه للفولت ميتر كان عنده 2 تيرمينالز اللي هن في وكوم. الاوسلسكوب ما عنده في وكوم. شو عنده؟ عنده جراوند وفيز. يعني عنده هيدي بسميها جراوند وهيدي بسميها فيز، واكيد انا بدي اوصل التيرمينال للشي اللي بدي قيسه. يعني انا هون بدي قيس الفولتج لهيدي البتري، لازم اوصل التيرمينال من البتري للفيز او للجراوند. يعني بوصل وحده فور اكزامبل، لنعتبر اني ممكن اوصل الاي للجراوند، البي للفيز او بالعكس، يعني الاي للفيز او البي للجراوند. اوكي، كيف كنت اوصل الـ A للـ V والـ B للـ COM أو بالعكس بالفولت ميتر؟ نفس الشيء. يعني هودي الـ Ground والـ Phase هن مثل الـ V والـ COM تعول الفولت ميتر. في أشياء جديدة بالأوسيلوسكوب اللي هي الـ SV اللي هي اسمها Vertical Sensitivity أو Vertical Amplitude Gain. شو هي هيدي الـ SV اللي هي اسمها Vertical Sensitivity أو Vertical Amplitude Gain؟ لاحظوا هون محطوطة على الـ Off، بس فرضاً أني حطيتها على الـ 1. لما حطها على الـ 1 هيدا بيعني إنه كل كارو هون صار 1 فولت. يعني هي 1 فولت، بالتالي الكارو التاني صار 2 فولت، الكارو التالت صار 3 فولت، الكارو الرابع صار 4 فولت. يعني أنا أكتر من 4 فولت هون ما بقدر أقيس، لأنه مثل ما قلت لكم أنا إذا حطيت الـ SV على الواحد، يعني هيدا الكارو هو 1، الكارو التاني كمان 1 يعني صاروا 2، الكارو التالت كمان 1 صاروا 3، الكارو الرابع هو 1 صاروا 4. يعني أنا أكتر من 4 فولت ما بقدر أقيس إذا حطيت الـ SV على الـ 1. وبدي نبهكم لشغلة انه دايما الـ vertical هيك اوكي هو الـ voltage بالفولت. اوكي، يعني كرمال هيك لما حطيت الـ vertical sensitivity او الـ SV حطيتها على الواحد، قلتلكن هون عندي 1 فولت، 2 فولت صاروا 3 فولت، صاروا 4 فولت، لانه انا vertically بكون عم بدرس الـ voltage. طيب شو بدرس هوريزنتالي؟ بدرس variation لهيدا الفولتج as a function of time. اوكي؟ والتايم لنعتبر انه هي بالملي سكند.
يعني أنا هون على السكرين حيطلع عندي جراف، هيدا الجراف بفرجيني الفاريشن للفولت as a function of time. الفولت بيكون بالفولت، الفولتج بيكون بالفولت، والتايم لنقول بتكون بالملي seconds. So كرمال هيك لما أنا حطيت الـ SV مثلا، لنعتبر أني أنا حطيت الـ SV 2، يعني الكارو هون صار 2، الكارو التاني صاروا 4، 8، 6، يعني أعلى فولتج ممكن يقيس لي إياه هو 6 فولت. أوكي، هي بالنسبة للـ SV. طيب بالنسبة للـ VB اللي هي Horizontal Sensitivity Time Base Sweeping Horizontal Amplitude Gain، إذا أنا حطيتها أوف ما بيكون عندي شيء، بينما إذا أنا حطيتها على 2 هي معناتها الكارو، لأنه مثل ما حكينا الهوريزنتال هو للتايم، بيكون عندي إذا أنا حطيتها على 2 بيكون عندي هذا الكارو 2 ملي سكند، هون بيكونوا 4 ملي سكند، هون صاروا 6 ملي سكند and so on. يعني باختصار الأس في هو هيد ديفيجن كم فولت، والفي بي هيد ديفيجن كم تايم، قد ايه التايم لها. اوكي حارجع عيد اللي مطلوب مني اعرفه بالاوسلسكوب لحديت هلا، هن على الشكل التالي. اول شيء المطلوب مني اعرف الرول اوف اوسلسكوب. ذا رول اوف اوسلسكوب از تو ميجر ذا فولتج، مثله مثل الفولت ميتر. اذا فهمانين هالنقطه تمام بننتقل للنقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها بدي اعرف انه الاوسلسكوب عنده شاشه، هيدي الشاشة لازم يطلع بقلبها جراف. يعني أنا لما أرسم أو لما وصل الدراي سيل أو أي شيء بدي أقيس له الفولتج وصله على الأوسلسكوب، حيطلع عندي على السكرين جراف. هيدي الجراف بتفرجيني الـ variation of voltage as a function of time. كرمال هيك عندي vertical axis وعندي horizontal axis. أوكي، وأكيد عندي بالسكرين دايما 8 ديفيجنز بالطول وعندي 10 ديفيجنز بالعرض. يعني اللي بدي أعرفه عن السكرين، أول شغلة إنه هي بترسم لي كيرف أو كيرف، لنقول كيرف بفرجيني الـ variation of voltage as a function of time. أوكي، يعني دايما اللي على الـ y axis هو الفولتج، والدايما اللي على الـ x axis هو التايم. وهي في عندي vertical axis horizontal axis، وفي عندي 8 divisions بالطول وعندي 10 divisions بالعرض. اوكي طيب، كمان بدل ال V والكم، الشغلة التالتة اللي لازم اعرفها انه بدل ال V والكم عندي phase وground، هني وظيفتهم مثل وظيفة ال V والكم بالفولت ميتر. عندي الشغلة الرابعة والأخيرة اللي لازم أعرفها اللي هني عن الـ SV والـ VB. الـ SV اسمها Vertical Sensitivity أو Vertical Amplitude Gain. إذا أنا حطيتها على الواحد هيدا بيعني أنه الديفيجن هيدي صارت 1 فولت، بالتالي هي صارت 2 فولت، 3 فولت، 4 فولت. يعني معناتها الـ SV قدي هيدي الديفيجن الفولت لها. يعني إذا كانت منقيها واحد، يعني هي إذا ملاحظين مثل طاولة المروحة، إذا أنا حطيتها على الواحد يعني الديفيجن اللي هون صارت 1 فولت، إذا أنا حطيتها على 2 صار الديفيجن اللي هون هو 2 فولت، إذا أنا حطيتها على 5 يعني الديفيجن اللي هون 5 فولت، بالتالي هيدا 10 فولت، 15 فولت، 20 فولت. أوكي، لأنه كل كارو هو 5، 5 و5 صاروا 10، و5 صاروا 15، و5 صاروا 20. يعني باختصار الـ SV هو هيدا الديفيجن كم فولت، بينما الـ VB هي هيدا الديفيجن اللي هون قد ايه التايم اللي لقله. اوكي، يعني اذا انا حطيتها على الـ 5 بيكون التايم هون 5 ملي سكندز. يعني الـ SV هيدا الديفيجن كم فولت، بينما الـ VB هيدا الديفيجن قد ايه التايم اللي لقله. هود الاشياء اللي لازم اعرفهم عن شكل الاوسلسكوب. شغلة جديدة اللي لازم اعرفها انه اذا انا ما وصلت اني فولتج، يعني لاحظوا هون بالرسمة ما في عندي ولا فولتج. اوكي، كيف يعني ما في عندي ولا فولتج؟ لانه هيدي البطارية ما وصلتها على الاوسلسكوب. اوكي، يعني انا دورت الاوسلسكوب لانه هو بيشتغل على الكهرباء، دورته مثل ما بضوي الدفاية، مثل ما بضوي الغاز، مثل ما بضوي
البراد، دورت الاوسيلوسكوب، حطيت الفي بي اوف، حطيت الاس في اوف، وما وصلت اي فولتج، ويعني السويبينج كانت اوف in the absence of any voltage. إذا أنا ما عندي أي voltage and the sweeping is turned off، لاحظوا أن sweeping محطوطة off، بشوف luminous point at the center of the screen، بشوف نقطة بنص الشاشة. إذا ما شفت هيدي النقطة بنص الشاشة، بنعمل له calibration للأوسيلوسكوب بشكل نرجع نحن النقطة على نص الشاشة. يعني I should if in the absence of any voltage، يعني هيدا ما موصول على محل، in the absence of any voltage and sweeping is turned off، بشوف luminous point at the center of screen. If not، إذا أنا ما شفت هيدا luminous point at the center of screen، هيدا بيعني إنه الأوسيلوسكوب needs calibration، أنا بحاجة لركرجو لرجع النقطة على النص. يعني إذا شفتها هون للنقطة بركرجو للأوسيلوسكوب لترجع على النص، إذا شفت النقطة هون بركرج الأوسيلوسكوب لترجع على النص، إذا شفتها هون بركرج الأوسيلوسكوب لترجع على النص. يعني الكاليبريشن معناتها إذا كانت النقطة مش بمحلها المظبوط، بعمل كاليبريشن لرجعها لمحلها المظبوط اللي هي at the center of the screen. كيف بنعمل كاليبريشن مش مطلوب منكم، يعني بس اللي مطلوب منكم بأسألكم بالامتحان in the absence of any voltage، إذا ما عندي أي voltage and sweeping is turned off، what do we observe؟ بتقولوا له luminous point at the center of the screen. إذا قالكم if it's not present at the center of the screen what can we do؟ بتقولوا له we calibrate the oscilloscope. بس ما بيسألكم كيف بتعملوا calibration. السؤال الثاني اللي بينطرح هو in the absence of voltage، يعني كمان نحنا بعدنا ما حاطين الدراي سيل، ما موصلين على الأوسيلوسكوب، بس هالمرة حطينا السويبينج اون. يعني لاحظوا حطيت السهم على 0.5 ملي سكند بير ديفيجن، يعني سويبينج منا اوف حطيتها اون. شو بشوف؟ بدل ما اشوف لومينس بوينت ات ذا سنتر اوف ذا سكرين، بشوف لومينس هوريزونتال ستريت لاين، يعني ستريت لاين هوريزونتال هيك جالس، لانه ستريت لاين ممكن يكون هوريزونتال هيك ممكن يكون vertical. أنا اللي شايفه هون هو horizontal مش vertical، أوكي؟ يعني هيدا horizontal straight line وهيدا vertical. أنا اللي شايفه هون horizontal straight line، أوكي؟ luminous بضوي لأنه ملاحظين هون بيكون في ضوء أخضر. luminous horizontal straight line موجود وين؟ على ال horizontal axis. هيدا امتى بشوفه؟ بشوفه لما in the absence of voltage، لما اني ما اكون موصل شيء على الاوسيلوسكوب وسويبينج is turned on، اوكي؟ يعني in the absence of voltage وسويبينج is turned on، بشوف luminous horizontal straight line on the horizontal axis. طيب شو بصير اذا اني ما شفته لهيدا luminous horizontal straight line on the horizontal axis؟ اللي بصير هو انه بيكون الاوسيلوسكوب منه كاليبريتد، وانا ساعتها مضطر اعمل له كاليبريشن، اوكي؟ يعني شو السؤال اللي بيسالني اياه بالامتحان؟ بيقول لي in the absence of voltage and sweeping is turned on what do we observe؟ بتقول له we observe a luminous horizontal straight line on the horizontal axis. اذا سالك if we did not observe this what can we do؟ بتقول له we calibrate the oscilloscope. هل مطلوب مني اعرف كيف نعمل له كاليبريشن للاوسيلوسكوب؟ اكيد لا. يعني حكينا لحديت هلا انه شو منشوف على الاوسيلوسكوب اذا كان ما عندي فولتج، يعني اذا انا ما موصل هيدي الدراي سيل على الاوسيلوسكوب. اخذنا حالتين، حاله لما يكون سويبينج اوف منشوف لومينس بوينت ات ذا سنتر اوف ذا سكرين، بينما الحاله الثانيه كمان اذا ما عندي فولتج وسويبينج از اون بشوف لومينس هوريزونتال ستريت لاين اون ذا هوريزونتال اكسس اوف ذا سكرين. هلا بدنا نوصل هيدي الدراي سيل على الاوسيلوسكوب، اوكي؟ أول شيء قال لي connect the terminal A of the battery to the phase، يعني أنا terminal A هيدي بدي وصلها على الphase، وقال لي connect the terminal B to the ground، بوصل terminal B على الground، أوكي؟ هي أول step بدي أعملها.
قال لي تشوز ذا فيرتيكال اند هوريزونتال سنسيتيفيتيز يكونوا 2 فولت بير ديفيجن و 0.5 ملي سكند بير ديفيجن ريسبكتيفلي. الاس في بدي نقيها 2 فولت بير ديفيجن، قمت حطيت هيدا السهم على التو من بعد ما كان على الاوف، يعني حطيته على التو. هي معناتها 2 فولت بير ديفيجن، معناتها هي الديفيجن الوحده فيرتيكال طلوع هي 2 فولت. قال لي بدي نقي انه الفي بي هي 0.5 ملي سكند بير ديفيجن، حطيت الفي بي على 0.5 ملي سكند بير ديفيجن، معناتها كل كارو هوريزونتالي هو 0.5 ملي سكند. طيب شو بشوف؟ اول شيء بشوفه انه بطل عندي لا نقطة at the center of the screen ولا horizontal straight line on the horizontal axis. لاحظت انه عندي straight line بس موجود من فوق ال horizontal axis. اوكي؟ هيدا دليل انه صار عندي voltage. انا بعرف انه هيدا المنطقة اللي هون هي zero voltage. اوكي؟ يعني كلها هي zero voltage. So إذا sweeping can off بشوف نقطة بس بعده ال voltage هو zero. بينما إذا عندي sweeping on بشوف خط هون بس بعده على منطقة الزيرو تعول الفولتج، يعني كل هالمنطقة اللي عم بعمل عليها أنا بالريد هي زيرو فولتج. بمجرد ما الفولتج عالي عن هيدي المنطقة ساعتها بيكون عندي الفولتج معين. هيدا الفولتج هو نتيجة أني أنا وصلت الدراي سيل على الأوسلسكوب. بعدنا لحديت هلأ بالريفيجن الأسئلة اللي سألناها إنه شو نوع الفولتج اللي هون. قلت لكم نحنا في عنا نوعين من الفولتج، في عنا نوع اسمه DC وفي عنا نوع اسمه AC. نوع DC اللي هو Direct Current بيكون عندي على السكرين هون Luminous Horizontal Straight Line هيك جالس. أوكي؟ ليه؟ لأنه بالكهربة DC الفولتج ما بيتغير بمرور الوقت. بينما النوع الثاني من الفولتج اسمه AC، بالAC فولت بصير في عندي تغير للفولتج بمرور الوقت مثل ما شايفين، يعني أوقات بيطلع أوقات بينزل، بيرجع بيطلع بيرجع بينزل. بمجرد ما يكون في عندي تغير للفولتج بمرور الوقت بيكون عندي كهربة AC. هلا شو الفرق بيناتهم بالحياة العملية؟ كهربة الدي سي هي كهربة بطارية الأصبع، لأنه كهربة بطارية الأصبع ما بتتغير بمرور الوقت. بينما الأي سي هي كهربة البيت، ونحن بنعرف إذا كنا قاعدين بالضيعة وعم نطلع على مطرح كتير بعيد منلاحظ أنه البيوت اللي بالضيعة اللي هن كتير كتير بعاد عم بضووا ويطفوا. شو معناته عم بضووا ويطفوا؟ يعني أوقات الفولتج بيكون عالي بيطفي بيرجع بيصير واطي، بيطفي بيرجع بيصير عالي بيطفي إكسترا. يعني هيدا دليل أنه كهربة البيت هي AC. بهيدا الدرس نحن عم ندرس الدي سي فولتج، والدليل انه الكهرباء هون او الفولتج هون كان constant as a function of time، so بالتالي نحن ما عم نحكي عن الاي سي، نشطب الاي سي. اوكي؟ غير نوع الفولتج بيرجع بيسألني اذا الفولتج positive او negative. اول شيء اتفقنا انه type of voltage is DC. بيرجع لما يسألني if it's positive or negative بشوف هل اللومينس هوريزونتال ستريت لاين هيدا عم شوفه فوق الهوريزونتال اكسس او تحت الهوريزونتال اكسس. اذا كان فوق الهوريزونتال اكسس يعني هو عمايلة البوزيتيف، يعني الفولتج بيكون بوزيتيف. اذا بشوفه تحت الهوريزونتال اكسس بيكون الفولتج نيجاتيف، وحيمرق معنا باكزامبل تاني بعدين. يعني احنا هلا عم نحكي عن بوزيتيف فولتج. بيرجع بيسألني سؤال انه فرجيني كيف انت عملت كونكشن للأوسلسكوب، يعني انت كيف وصلته. هلا انا يمكن ما يكون معي هيدي التوصيلة او هيدي الرسمة، سو كيف بوصله؟ اول شيء حيكون معي given مين البوزيتيف ومين النيجاتيف. اوكي؟ يعني هيدي انه الاي هي بوزيتيف والبي هي نيجاتيف it's already a given. برجع شو بعمل؟ بحط هيك هي النقطة الـ A positive الـ B هي negative، وبدي فرجي اني انا رسمت face و ground. لفرجي اني انا رسمت face و ground السهم هيدا بيكون هو الفيز
ودايما الإشارة هايدي بستخدمها بكل الأوقات، يعني دايما لما أحط هيك سهم نزول معناتها أنا موصله على الفيز للأي، وفعلا أنا الأي موصله على الفيز، بس أنا ما فيني فرجي عليها هي، يعني دايما أرسم له كل هالرسمة. شو بعمل؟ بحط سهم وبكتب فيز، يعني هي معناتها أني أنا قلت له أنه الأي وصلتها على الفيز. برجع عمالة البي بحط شوكة هيك، هي الشوكة معناتها يا جراوند يا ايرث، وهي معناتها انه انا وصلت البي على الجراوند، وفعلا انا وصلت البي على الجراوند. يعني دايما بالامتحان الرسمي لما يقول لي فرجيني كيف وصلناهم، show me the connections of the oscilloscope، ما برسم له oscilloscope كبير وبفرجيه انا كيف وصلتهم، لا، بيكفي ارسم دراي سيل مثل هيدي positive negative AB، الفيس هي على الاي والجراوند هي على البي بهذا الشكل، ودائما حطوا الفيس هي سهم ما تغيروها لانه هذا شيء معترف فيه عالميا، والشوكه هي الجراوند او الارث. بيرجع بيسالنا انه هل الفولتج اللي عم ينقرا هون، هل الفولتج اللي عم ينقرا هون هو يو اي بي او يو بي اي؟ دايما بيسأل هذا السؤال، يعني is the reading of the oscilloscope is for UAB or UBA؟ نحن بنقول له reading هي دايما U phase ground، يعني هي بدي احفظها انه دايما الاوسيلوسكوب بيقرا U phase ground. بما انه الفيز انا موصلها على ال A، هي الفيز انا موصلها على ال A، والجراوند أنا موصلة على البي، الجراوند أنا موصلة على البي، so the oscilloscope reads UAB مش UBA. وهيك منكون خلصنا كل البارتات اللي إلون علاقة بالprevious video، وهلأ حنكفي الفيديو الجديد. أوكي، يعني نحنا هلأ حنبلش من بعد ما رجعت لكم شيء كل شيء لازم تعرفوه قبل، حنبلش بأفكار جديدة كنا نحنا مش عاملينها discussion بفيديو سابق. بهيدا البارت طالب مني to calculate the voltage of the dry cell. اوكي، يعني طالب مني اني اعمل calculation لل voltage of the dry cell. خليني اكتب of the dry cell. شو الاشياء اللي معي هني given لأقدر حل السؤال؟ اكيد انا معي ال SV، هو قال لي انه هي 2 volt per division، هيدا given، يعني كل كارو من هون هو 2 volt per division، هيدي حعوزها لحل السؤال. وحعوز هيدا الرسمة اللي هي اسمها أوسليوغرام. أوسليوغرام هي رسمة الأوسليسكوب. أوكي؟ الجراف تعول الأوسليسكوب بنسميها أوسليوغرام. هلأ الرول اللي أنا بدي استعملها لجاوب على هيدا السؤال هي، الرول هي كونه أنا قلت أنه عم بقرأ UAB، بكتب UAB هي SV times y. خلينا نبلش نشرح الرول شغلي شغلي. UAB هي الفولتج اللي أنا بدي أطلعه، وهو قايل لي calculate the voltage of the dry cell، يعني أنا الفولتج اللي بدي أطلعه هو ال UAB. أوكي، ال SV هو معطيني إياها given اللي هي vertical sensitivity 2 volt per division، معناتها كل كارو من هودي هو 2 فولت. أوكي، طيب شو هي الواي؟ الواي هي ارتفاع هيدا الخط عن الهوريزنتال اكسس، يعني قديه هيدا الخط بيرتفع عن الهوريزنتال اكسس، يعني هي المسافة من هون لهون، هي هي الواي. اوكي، قديه ارتفع هيدا الخط عن الهوريزنتال اكسس هي الواي، وهي number of divisions. اوكي، سو اذا انا بدي حل السؤال شو بدي اعمل؟ بقول UAB بنقلها مثل ما هي لأنه هيدي بدي طلعها، ال SV معيها 2 volt per division، بكتب 2 volt per division، بدي شوف قدي قيمة ال Y. وهون بدي ركز، أول شيء بلاحظ أنه ال Y هي division كبيرة. أوكي، يعني هاي division الكبيرة هي واحد ديفيجن، بس هي 2 فولت لانه هي 2 فولت بير ديفيجن، يعني هيدي هي ديفيجن وحده قيمتها 2 فولت، هيدي ديفيجن تانية من هون لهون هي ديفيجن تانية،
يعني لحديت هلا الواي هي 2، بس بعد عندي خط لفوق، يعني بعد عندي شحطة صغيرة لفوق. بدي أعرف هيدي الشحطة اللي لفوق قديه، كم ديفيجن هي. لأعرف هيدا الشي هعملكن رسمة مبسطة عن الموضوع، أوكي؟ هأعتبر إنه هيدا هو الهوريزنتال أكسس، هيدا هو الهوريزنتال أكسس، أوكي؟ أنا عندي هيدا الخط هو جاي فوق 2 ديفيجنز، يعني هي أول ديفيجن. أوكي خليني بس أرسمه منيح، هيدا أول ديفيجن، أوكي؟ هيدا تاني ديفيجن، أوكي. هيدا الخط الأسود اللي هون هو جاي فوق هون 2، يعني هي اتفقنا هي الهوريزنتال أكسس. هيدا الديفيجن الأولى، أوكي، هي هيدا عم كبرها بس. وهيدا الديفيجن الثانية، أوكي، وحأرسم الديفيجن الثالثة. هي الديفيجن الثالثة، بس أنا بلاحظ إنه هون هو الفيرتيكال أكسس، رسمت الفيرتيكال أكسس، أوكي. هلا أنا شو لاحظت؟ هيدا الهوريزنتال أكسس، هيدا هو الهوريزنتال أكسس رسمته هون، أوكي. هيدا هو الفيرتيكال أكسس، هي رسمته هون. هي الديفيجن الأولى رسمتها، هي الديفيجن الثانية رسمتها. أنا بدي أرسم هلا الخط هيدا، أوكي. هلا بلاحظ إنه إذا أنا اطلعت هون، بلاحظ الديفيجن الوحدة في بقلبها 4 شحطات، يعني إذا اطلعوا على الديفيجن الوحدة حتلاقوا بقلبها 4 شحطات. هي شحطة 2 3 4، وكمان اللي تحت، يعني هي كمان شحطة 2 3 4، وكمان هي شحطة 2 3 4، أوكي. يعني كل ديفيجن وحدة في بقلبها 4 شحطات، وهي الديفيجن في بقلبها 4 شحطات، وهي الديفيجن في بقلبها جوا 4 شحطات. هيدا اللومينس هوريزنتال ستريت لاين جاي على أول شحطة من الثالثة، يعني جاي هون، أوكي. حأرسمه يوزينج هون، يعني هو جاي هون على أول شحطة من الثالثة، أوكي. هيدا هو هيدا الخط. طيب إذا بدي إجي عد الديفيجنز، هي ديفيجن، هي 2، هيدا الصغيرة قديش؟ في تلاميذ بفكروا انه هي 0.1، لنشوف كيف. لاحظوا هي 1 كلها، هي 2 كلها. اذا كانت هي 0.1 يعني هي بتكون 2.1، هي بتكون 2.2، هي بتكون 2.3، هي بتكون 2.4، هي بتكون 2.5، وهيدي مش 2.5، هيدي 3. يعني هل فيني اعتبر انه الشحطة الصغيرة هيدي هي 0.1؟ اكيد لا، هي بالحقيقة 0.2. ليكو ليش؟ لانه هي شحطة كبيرة، يعني division، هي 2، اوكي، هي 2.2، هي 2.4، 2.6، 2.8، 3، لانه من بعد 2.8 بتجي لـ3. سو هيدا هو على قد ايه المسافة بين الهوريزنتال اكسس وبين الخط الازرق، هي الواي، اوكي. يعني المسافة بين الهوريزنتال اكسس والخط الازرق هي الواي، تطلع 2.2 ديفيجن، اوكي. هرجع عيد كل اللي قلته هون كرمال نفهمهم كتير منيح، اوكي. أول شيء أنا بهمني أعرف شو المطلوب بالسؤال. المطلوب بالسؤال is to calculate the voltage of the dry cell. هيدا الهدف، الأوبجكتيف إني أعمل calculation للدراي سيل. شو الجيفن اللي أنا بحاجة لإله إذا قال لي هيك سؤال؟ أول شيء بحاجة للأوسليوغرام اللي هي رسمة الأوسلسكوب اللي طلعت عندي، وبحاجة للأسفي. حطيت الاس في قدامي اللي هي 2 فولت بير ديفيجن، وحطيت رسمه الاوسيلوسكوب اللي هي الاوسيليوغرام حطيتها قدامي.
طيب شو الرول اللي بدي طبقها؟ نحن بنعرف بالفيزيكس كل ما يقول لي كالكوليت لشيء بدي طبق رول. هيدي الرول هي رول جديده مش ماخذينها قبل، هي اليو اي بي هو الفولتج اللي انا بدي اطلعه ايكوال اس في معي اياها جيفن تايمز الواي. انا بدي اعرف الواي شو هي. حكينا انه اليو اي بي الفولتج اللي بدي طلعه، الاس في معي اياها جيفن 2 فولت بير ديفيجن، الواي هي المسافه من الهوريزونتال اكسس على اللومينس هوريزونتال ستريت لاين اللي انا شايفه. هي هي الواي، هي الديفينيشن للواي. اول ما اعرف الواي بحطها بقيمتها هون بضربهم وبتطلع معي اليو اي بي. اوكي، كيف بدي اعرف الواي؟ لأعرف الواي رسمت لكم هيدي الرسمة اللي هي رسمة تقريبيا لهيدي بس أوضح. أول شيء اللي هيدا هو الهوريزونتال أكسس، هعمل له كولر بالجرين، هيدا هو الهوريزونتال أكسس وهون هيدا هو الهوريزونتال أكسس، هعمل له كولر كمان بالجرين. أوكي، هعمل كولر باليلو للفيرتيكال أكسس، هيدا الفيرتيكال أكسس وهيدا الفيرتيكال اكسس. اوكي، لتعرفوا انه هون هن نفسهم ذاتهم، هون هوريزونتال اكسس هوريزونتال اكسس، فيرتيكال اكسس فيرتيكال اكسس. اوكي، انا بدي ارسم هيدي الرسم من الى نفسها ذاتها لهون بس لانقلها اكبر ووضح لكم اياه. بلاحظ انا انه الواي هي مؤلفه من ديفيجن 2، ديفيجن 2 وفوق يعني على اول الثالثه عندي خط، ولاحظوا على اول الديفيجن الثالثه شو حطيت؟ حطيت خط. هيدي هي اللومينس هوريزونتال ستريت لاين، حارسمها بالبلو، اعمل لها هايلايت بالبلو. اوكي، حاعمل لها هايلايت بالازرق لللومينس هوريزونتال ستريت لاين، بس حيكون شوي حاعمل هايلايت لانه اذا عملت هايلايت لكلها بتبطل واضحه. اوكي، طب هلا انا بدي اعرف قد ايه الواي. الواي هي ديفيجن كبيره 2 وداش صغيره، واذا لاحظتوا هون انا حطيت لكل ديفيجن الى اربع خطوط 1 2 3 4، يعني هاد ديفيجن الوحده في بقلبها اربع شحطات وهاد ديفيجن الثاني في بقلبها اربع شحطات. الواي اللي هي اللومينس هوريزونتال ستريت لاين هو على اول شحطه من الثالثه. طيب قد بتطلع الواي؟ الواي بتطلع 1، هي كلها هي 1، هي كلها هي 2 وشوي. هيدي الشوي او هيدي الشحطه الصغيره بدي اعرفها قد ايه. اذا اعتبرتها 0.1 يعني كل شحطه هي 0.1، بتصير عندي 1.2، يعني هي فاصلة 2، هي فاصلة 3، هي فاصلة 4، هي بدها تطلع 2.5 وهي بالحقيقة 3 مش 2.5، يعني أكيد الشحطة الصغيرة هيدي منا 0.1، هي 0.2. ليش؟ 1 أوكي 2 مثل ما اتفقنا، بدي أعرف قد هي، هي حتطلع 2.2 ديفيجن، هي 2.4 2.6 2.8 3 يعني زبطت، وبالتالي الواي هي 2.2 ديفيجن. اوكي، يعني حمحي هودي كلهم. سو قلنا انه الواي بدها تطلع 2.2 ديفيجن. ديفيجن مع ديفيجن بروحه بضل عندي يو اي بي بتطلع 2 ضرب 2.2 بتطلع 4.4، وضل عندي هون اليونت فولت ما راحت، يعني 4.4 فولت. باخر بارت من هذا الاكسرسايز عم بيقول لي سويبينج ستيرند اوف، يعني لاحظوا بعد البطاريه موصوله، البي على الجراوند، الاي على الفيز، والاس في بعدها موصوله، بس الشيء الوحيد اللي عملناه انه سويبينج حطيتها اوف. شو بشوف؟ قال لي what do you observe؟ هي هيدا اللي منشوفه، منشوف luminous point، بس هيدا luminous point منا موجودة على center of the screen مثل قبل، هي موجودة فوق على الواي، يعني على ارتفاع 2.2 division من horizontal axis. شو الجواب بيكون؟ منشوف luminous point اون وين موجود هيدي اللومينس بوينت؟ موجودة على الفيرتيكال اكسس، يعني هيدي النقطة هيها موجودة
على ال vertical axis at 2.2 division, أو مش at, above 2.2 division from horizontal axis. اوكي، يعني اذا عندي فولتج هيدا الفولتج شو بشوف انا؟ اذا انا عملت سويبينج اوف بشوف نقطة، الخط اللي كان هون بتحول لنقطة، هيدي النقطة موجودة على الفيرتيكال اكسس وهي بترتفع 2.2 ديفيجن من الهوريزونتال اكسس، وهي 2.2 ديفيجن قلنا كيف طلعناها هي الواي. يعطيكم الف عافية، فيديو اليوم خلص. اذا عجبكم اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل، وبشوفكم فيديو جديد.